مساء الخير وحلقة جديدة من تحية طيبة بعد على شاشة تلفزيون الحياة. كل يوم من الساعة 4 للساعة 6 هتلاقونا موجودين هنا. بنختلف وبنتغير بقى بعد، يعني ممكن تلاقي همسة مرة خلود. النهاردة بقى حلقة رجولية، حلقة يوم الحد. شناوي يعني حلقة رجال اللي 100 100. وحشتني حلقة يوم الحد. انت والله انت اللي وحشتني. ايه الاخبار يا رب؟ مساء الخير على كل مشاهدينا. حلقه النهارده زي ما عمرو قال في الاول هي حلقه رجالي 100%، بس النهارده مش هتاخد شويه من السيدات النهارده عشان الحلقه كلامها النهارده على السيدات. النهارده هنتكلم على الستات طبعا. النهارده هنتكلم عن دور المراه في المجتمع لازم. يعني عشان تعرف بس هم فكروا بقى هم الاثنين لوحدهم خلود وهمس. هم ايه ده؟ هم كل اللي موجودين اتكلموا عن دور الراجل. كل اللي موجودين خلونا نتكلم النهارده عن السيدات، بس هو بصراحه حقهم النهارده. يعني احنا بنتكلم في عمل المراه، فلازم نتكلم عن انجازات المراه وبتعمل ايه في المجتمع. وهيجي يوم، هيجي يوم هيبقى في سيدات بيتكلموا عن دور الرجل في المجتمع ان شاء الله يا عم. ان شاء الله. تفتكر همسة خلود ممكن يعملوه؟ ان شاء الله. احنا ناس فير، واحنا بنتكلم النهارده عن ازاي الستات قدروا فعلا يغيروا في المجتمع، ازاي قدروا يبقوا زي اداه مهمه جدا في المجتمع، من غيرها المجتمع بيفشل. ساره هي طبعا بالبايبر ورا الكاميرا، هي اللي واقفه على الكاميرا بتاعتنا. فادي دور مثلا الستات. انا بشكرك جدا والله، بشكرك جدا والله. وغير اللي بايبر ورا الكاميرا، في كمان عندنا مدرسات، في دكاتره، في مهندسات، في محاميات، في حاجات كتير قوي. يعني دور المراه ما بينحصرش على ربة المنزل او تربي الاولاد او تبقى قعدتها في البيت بس، تبقى مدرسه في البيت. لا، ده هي بتشارك الرجل في كل حاجه في المجتمع، فاصبحت ليها مكانه ووجود في المجتمع المصري، فما ينفعش نتخلى عنها باي شكل كان. يعني انت عارف بقى، من الغريب برضو لو بصيت هتلاقي مش بس الشغلانات اللي هي السهله اللي ممكن تكون مدرسه، مهندسه، دكتوره. شفنا في الفتره الاخيره كمان ستات بتشتغل على تريلات، شفنا ستات بتشتغل على تاكسي، بيتعرضوا لناس يعني صعب ممكن تتعامل معاها، ميكانيكي مثلا بتشتغل ميكانيكي. في حاجات كتيره جدا لو بصيت فيها. لا، الستات بتتعب وبتشتغل. بنرخم عليكم شويه كده وبنقول ان انتوا ما بتعملوش حاجه، ولكن انتوا دوركم كبير ومحدش يقدر ابدا ابدا ينكر الدور اللي انتوا بتقوموا بيه في المجتمع. ده غير البرلمان، ربنا يخلينا ليه. ده غير اللي هم كمان موجودين معانا في البرلمان، موجودين معانا في الجزاره، موجود مع في برضه سيدات دلوقتي بيبقوا بالنا في حدادات. يعني الست بتبقى حداد، عارفين الحداد طبعا اللي هو بتاع الخراطه والحداده، وطبعا وزيره. فلا يعني اختلفت المجالات اللي هي اشتغلت فيها، دلوقتي بقت موجوده في المجتمع المصري في كل المجالات. ففعلا ليها حق اللي احنا نكرمها في عام المراه اللي احنا موجودين فيه 2017. لازم تتكرم بصراحه. احنا عام المراه، ومش الحقيقه مش 2017 بس، لو هنعمل عام المراه فهيبقى كل عام، لان بصوا يعني نتكلم كلام حلو اهو، بنقول كلام حلو في حقكم جدا. اهدوا بس علينا شويه، والله لو هديتوا الدنيا هتبقى زي الفل. لو هنتكلم عن المراه فاحنا هنتكلم عليها من ايام صفاء زغلول، هنتكلم عليها من هدى الشعراوي، هنتكلم عليها من مين؟ من نبويه موسى، من دريه شفيق، كل واحده من الاسامي العمالقه اللي انا قلتها دلوقتي كان ليها تاثير ايجابي في المجتمع المصري على المراه. من صفاء زغلول لغايه بقى يعني لغايه دلوقتي في عندنا برده كمان اسامي دلوقتي موجوده. فرعنا فعلا حتشبسوت، الاسامي الكبيره جدا اللي بيقولوها لنا في الاير بيس. واحنا لو قعدنا بقى يعني نتكلم عن الاسامي دي كلها، فاحنا هنفتح حلقه بقى عشان نقول اسامي الناس كلها او اسامي المراه المصريه اللي اثرت جدا في المجتمع المصري. لا طب بص ليه كده؟ كفايه بقى الكلام عن المراه. هنقول فقراتنا النهارده اللي موجوده معانا. هنتكلم النهارده مع ساره نور. النهارده هنتكلم معاها على سن المراهقين وشباب المراهقين. يعني هنتكلم فيها النهارده على المراهقين، هنتكلم عن الفيديوهات الساخره. يعني في الفتره الاخيره بقينا نفتح الفيسبوك، بنفتح اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي كده شباب مراهقين عاملين فيديو. الفيديو محقق نسبه مشاهده عاليه جدا، بيعبروا فيه عن ارائهم، بيعبروا عن اتجاهاتهم، ميولهم، طموحاتهم، حاجات كتيره جدا. احنا عايزين نفهم اكتر برضو من ساره بتبقى موجوده معانا كل يوم حد، عايزين نعرف السن ده بيفكر ازاي. انت بتعمل الفيديو ده ليه؟ لان هي قريبه فعلا منهم. يعني هي كسن هي قريبه منهم، عايزه تقول لنا هم بيفكروا في ايه، وهم واخدينها سبوبه ولا هم بيضحكوا وبيتسلوا، هل الموضوع بجد شغل تفكير الشباب الصغيرين ولا هم بس فوق ال 20. فيعني في ساره هنقدر نفهم معاها اكتر او نتكلم معاها اكتر، هي تقدر تشرح لنا. هنتكلم كمان النهارده في احتفالية الاحتفاليه بتاعت النهارده، احتفاليه سيدات وملهمات. النهارده هنتكلم على احتفاليه سيدات وملهمات كان في كليه طب القاهره. النهارده هنتكلم على الاحتفاليه، وهيكون معانا برضو شخصيتين هيكون متواجدين معانا في الفقره بتاعتها علشان نفهمكم يعني ايه اللي بيدور في الموضوع ده. وفي الاخر فقره عندنا اكيد طبعا اخر فقره المطبخ. بس قبل المطبخ خلينا نقول ان هتكون معانا استاذه ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي للروتري بمصر، وكمان هيكون معانا دكتور عمرو حسن مدرس واستشاري النساء والتوليد بجامعه القاهره، وهو طبعا كان من ضمن منظمي هذا الاحتفال.
هنعرف بقى أكتر عن دور المرأة. هنمجدكم وهنعظمكم النهاردة لأنكم تستاهلوا. آخر فقرة خالص، آخر فقرة خالص موجودة معانا، كفاية يا عمرو. آخر فقرة خالص بنعترف. آخر فقرة خالص النهاردة طبعا معانا الشيف الممتاز حسن حسونة. هيقدر النهاردة إن أنا هو وحشني أنا شخصيا طبعا عشان كنتش أنا موجود إمبارح، أنتوا كنتوا موجودين. والنهاردة بقى هيشرح لنا طبخة جديدة. نطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل الحلقة بتاعتنا على طول مع سارة. طلبت منه أكل إمبارح، تفتكر حضرها لي النهاردة؟ ما أظنش، عشان أنا كنت طالب أكل قبل ما يسافر. خليكم معانا لسه مكملين في تحية طيبة وبعد، وهنرجع بعد كده مع سارة عشان نتكلم أكتر عن المراهقين. خليكم معانا.